مرحبا بكم ناس كل في قناتنا الرياضية التونسية. نادي الافريقي ضع اخر اللمسات على صفقة المزياني. بات المهاجم الجزائري لطيب المزياني قاب قوسين او ادنى من الانضمام الى النادي الافريقي بعد التقدم الكبير اللي شهدته مفاوضات انضمام اللاعب الى فريق باب جديد خلال اليومين الماضيين، وان اشارت معظم وسائل الاعلام الى ان الاتصالات بين الطرفين تعد في مرحلة متطورة جدا، الى انها اجمعت انه تلقى ايضا عروض من طرف شباب بلوزداد والمولدية، وذلك بعد أن تم فسخ عقده سحب 27 سنة الصيف الحالي من طرف فريق أبها السعودي على أن يوقع الجزائري رسميا للفريق العاصمي النادي الأفريقي خلال الساعات القادمة. ويشار إلى أنه في حال تم الإعلان عن الصفقة فإنه المزياني سيسجل عودته إلى بطولة الرابطة المحترف الأولى بعد ما كان لعب كل من الترجي التونسي في ما بين ديسمبر 2018 وأكتوبر 2020، والنجم الرياضي الساحلي ما بين فيفري 2021 وجان في 2022، كما يذكر أنه الأحمر والأبيض يسعى جاهدا لتسريع وتيرة المفاوضات، ذلك تحسبا لعقوبة المنع من الانتداء اللي من المنتظر أن يتعرض لها فريق لباب جديد بسبب قضية اللاعب السابق زكريا العبيدي.